يعتبر مشروع مطار الموصل هو جل اهتمام الحكومة المحلية والمحافظة. اليوم نتابع العمل الذي يسير بوتيرة متصاعدة في مطار الموصل في كل الجوانب الفنية التي تطلبها شروط المرجعية وشروط سلطة الطيران المدني وشروط الأكفاء، وهذه شروط يجب تطبيقها من قبل إنشاء المطار. الآن هناك فريق متواجد في إيطاليا وكذلك سينتقل إلى فنلندا وإسبانيا وفرنسا من أجل التدريب على الأجهزة الملاحية التي تقريبا شارفت على التصنيع، وقسم منها في طور التوريد إلى محافظتين ومدينة الموصل. الآن الكل يعمل بروح الفريق الواحد، سلطة الطيران المدني، شركة الملاحة، إدارة مطار الموصل، وأيضا الشركة المنفذة ودارة المهندس المقيم، وكذلك معاونية الأعمار، مستشارية المحافظ. اليوم الكل نريد يكون هذا المطار هو يعني محل اعتبار لكل العراقيين، لأن أهميته لا تقف فقط على محافظة نينوى وإنما لعموم المحافظات العراقية. نتطلع أن ينجز في نهاية العام الحالي حتى يكون هذا المطار هو قبلة لتوجه كل أهالي محافظة نينوى والمحافظات المجاورة إلى كل دول العالم، وكذلك سيكون مصادر لخلق تنمية في مدينة الموصل ومحافظة نينوى من خلال استقطاب الشركات العالمية وأصحاب رؤوس الأموال إلى مدينة الموصل ومحافظة نينوى. هناك أولويات لدى الحكومة المحلية، لو نتكلم عن القطاعات الصحة، التربية، الرياضة والشباب والخدمات الأخرى، ولكن نعتبر المطار هو الأولوية الأولى وهو الذي يعتبر هوية أبناء محافظة نينوى. أود أن أشكر السيد المحافظ لزيارته لنا. بالنسبة لأعمال المطار، كما تشاهدون المدرج مالنا انتهى من التعميرات الكونكريتية، والآن نقوم بفتح الجوينات من أجل تركيب الكابلات الضوئية اللي حصلت على المدرج. ومثل ما شاهدتم بنيتنا الموجودة هنا الآن اللي هي بنات الإطفاء اللي تقريبا خصت حوالي 85% من عندها، والآن يقومون بالإعادة النهائية. بنات الصيانة خلص من عندها حوالي 90% من عندها، وعندنا 10% هم يعني أعمال الإنهاء الموجودة بها. بناية الميديكال، الطبابة اللي نقول عليها، عندنا بناية الطوارئ وبداية استقبال المسافرين اللي تم صب الأساس بها. وكما شاهدتوا برج المراقبة، برج مراقبة المطار الآن وصل إلى الطابق الثالث من عنده، وإن شاء الله عن قريب نكمل الطوابق السبعة الموجودة بها. وبناية الكارغو ايضا باشرنا باعمال التسليح الاساس الموجود بها، وان شاء الله عن قريب همينه ننهي الاعمال الموجوده هناك.